النداء. نعم. سبحان الله. قال رحمه الله إياه. سبحان الله. وللمنادى النائي أو كالنائية وأيواء كذأيا ثم هيا والهمز للداني ووالي من ندب أو يا وغير والد النفس اجتنب وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنحه فانصر عادله وبالمعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا والانضمام ما بنوا قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء جددا والمفرد المنكورة والمضافة وشبه انصب عادم الخلافة ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يلل ابن عالم أو يلل ابن عالم قد حتم وضم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي ثمرا يقال النداء والنداء بالمد والقصر وهو طلب الإقبال وله أحرف أشار إليها بالواقع رحمه الله تعالى قال وللمنادى النائي البعيد أو كالنائي وهو الغافل أو الساهي أو النائم أو نداء العبد ربه أو نداء الرب عبده هذا شبيه بالنائي يستخدم له يا زيد يا وأي وآي ولم يذكرها وأي ويا ولماذا النائي أو كالنائي يا وأي وآي وأيا وهيا قال رحمه الله ويا ثم هيا والهمز للداني الهمز للقريب تقول أزيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأنه ليس فيها مد صوت تقول أزيد قال بعضهم أحرف النداء أحرف النداء أسماء وأفعال تتحمل ضمير المنادي وإذا قلت المنادي بالكسر فإذا قلت يا زيد كأنك قلت أدعو فإن صح ما قيل وأنها أسماء وأفعال فقد استكملت الهمزة في اللغة العربية أجزاء الكلام فهي فعل في قولك إي يا زيد بالخير إي عد أمر من وآي إي فهي هنا فعل وهي في 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 أزيد اسم فعل على ما قال وهي حرف في أقام زيد استكملت الهمزة أنواع الكلام جاءت اسما وجاءت فعلا وجاءت حرفا قال والهمز للداني ووالي من ندب و إذا الندبة وهي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه نحو ورأساه وزيداه تستخدم لها و ووالي من ندب أو يا كذلك تستخدم يا للندبة نحو يا زيداه يا عمراه إذا كنت تندبه وتبكي عليه أو يا وغير والد النفس اجتنب إذا لم يكن السامع يعرف أنك تندب عليك أن تستخدم و لأن النص في الندبة وإذا اتضح المعنى وصار المقصد واضحا لا حرج أن تستخدم يا كقول الجرير رحمه الله تعالى قال في عمر بن عبد العزيز كلفت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر لم يقل وا عمر أمن قوله والهمز للداني ووالي من ندب أو يا تستخدمان للندبة وغير وا وهو يا إذا وقع لمس اجتنبه قرأ ماذا بعده وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاث قد يقع النداء دون استخدام حرف النداء وغير مندوب المندوب لا يسقط معه حرف النداء والمضمر لا يسقط معه حرف النداء هذه الضمير تقول يا أنت لا بد من قول يا لأنه يلتبس بمجرد الخطاب دون نداء لأن الأصل في الضمير لا ينادى فلو أردت نداء لا بد من ذكر حرف النداء والأصل أن المتكلم لا ينادى لا يقول يا أنا ويا نحن والغائب لا ينادى لا تقول يا هو يا هي والذي ينادى قليلا هو المخاطب سمع يا أنت وسمع يا إياك قد كفيتك ومن كلامهم يا أبجر ابن أبجر يا أنت أنت الذي طلقت عام جعت حتى إذا اغتبقت واصطبحت رجعت عائدا لما تركت قد أحسن الله وقد أسأت قال يا أنت وهو قليل
إذن المندوب والمضمر والمستغاث لا يسقط معه حرف النداء، لأن الندبة والاستغاثة المطلوب فيها رفع الصوت، وحذف حرف النداء ينافي ذلك. واضح؟ كذلك البعيد لا يحذف معه حرف النداء لأنه لا يسمعك. وكذلك التعجب، تقول يا للعجب يا للماء إذا تعجبت من كثرتهما. وكذلك نداء العبد ربه، كل هذه الأنواع من أنواع المنادى لا يسقط معها حرف النداء، وذكر بعضها على قوله وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. قد يعرى غير المندوب، تقول زيد قم ناديته بحذف حرف النداء. ولكن في اسم الجنس والمشار إذا قل، إذا ناديت اسم الجنس واسم الإشارة يقل حذف حرف النداء معه، ولا يمتنع خلافا للبصرية. والكوفيون قالوا يجوز أن يحذف مع اسم الإشارة ومع اسم الجنس. ومن ذلك قول العرب افتدي مخنوق أيام مخنوق، حذف حرف النداء مع المنادى وهو اسم الجنس. أطلق كرى إن النعام في القرى، يا كروان رخمه، فقال أطلق كرى أي يا كرى اسم الجنس. أصبح ليل يا ليل. وكذلك اسم الإشارة، قال إذا هملت عيني لمثلها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام إياه هذا ذرع واء، فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي ذرع واء إياه ذا. قيل منها قول الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم إياه هؤلاء. شاهدوا في هذه النصوص أن حرف النداء سقط مع اسم الجنس ومع اسم الإشارة، وابن مالك رجحه وقال ومن يمنعه فانصر عابله، يمنعه وهم البصريون فانصر عابله وهم الكوفيون. بقي عندي من ما يسقط معه حرف النداء خمسة: المفرد العلم يوسف، وأيضا هذا اسم الموصول الصالح للنداء نحو من لا يزال محسنا أحسن، هذا يصلح للنداء يسقط معه حرف النداء. وكذلك المضاف نحو أن أدوا إلي عباد الله إيا عباد الله طاعة. والشبيه المضاف نحو خيرا من زيد الأقبل، شبيه المضاف يا خيرا. وكذلك أي سنغرغ لكم أيها الثقل. إذن يسقط حرف النداء كثيرا مع الخمسة، وعرفناها. ماذا بعدها؟ وابن المعرف المنادى المفردة. حكم المنادى إذا كان معرفة مفردا أن يبنى على ما يرفع به، فتقول يا زيد يا حرف نداء زيد منادى على الضم في موضع نصب. وعلة بلاه أنه أشبه ضمير المخاطب، يا زيد كأنك قلت أنت، أو أنه أشبه الكافة الاسمية في قولك أخوك، وتلك تشبه الكافة الحرفية في قولك ذاك في اللفظ. الكاف في ذاك حرف، والكاف في أخيك اسم، وهو أشبه الكاف الاسمية، وتلك تشبه الكاف الحرفية، فأشبه حرفا بواسطة. ونسأل من هذا أن نقول أنه يشبه الضمير المخاطب. لماذا بني؟ الاسم لا يبنى إلا يشبه الحرف، واضح؟ هو أشبه المخاطبة، يا زيد يشبه أنت، فهو أشبه اسما يشبه الحرف فبني، واضح هذا؟ والجواب الصحيح بني نقل بنات العرب سمعها كلامية. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عُيد، إذا كان مثنى بني على الألف، إذا كان مجموعا جمع سلامة مذكر سالما بني على الواو يا زيدون أو يا نائمون. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عُهد، ويدخل في ذلك شيئان: المفرد العالم نحو يا زيد، وكذلك النكرة المقصودة نحو يا جالس يبنى على الضم، ويا جالسان هذه تسمى نكرة مقصودة، حكمها حكم المفرد العالم تبنى على ما ترفع به. وقال المكود رحمه الله تعالى قال هو في الحقيقة هو معرفة، قولك يا جالس أصله الجالس،
ولكن يا لا تجامع النداء، يا لا تجامع ألف النداء، خطأ قولي يا لا تجامع النداء، أي لا تجامع ألف النداء. فحلف ألف فقال يا جالس. فهو في الحقيقة معرفة، كل ما في أنه معرفة بألف وذلك معرفة بالعالمية، لا فرق بينك يا زيد ويا جالس. هذا رأي المكودي رحمه الله تعالى، وهم يقول أنك المقصود حكمها حكم المفرد العالم تبنى على ما ترفع فيه. أنا أقول الأصل قال يا جالس، يا جالس إذا كان نكرة مقصودة تقول يا، إذا كانت غير مقصودة تقول يا جالسا. وابن المعرف المنادى المفرداء على الذي فرد، ولو انضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى بناء جديدا. إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر له حركة، حركة ضمة، فتقول يا سيبويه، تقول يا حرف نداء سيبويه منادى مبني على ضمة مقدرة، يظهر ذلك في تابعه. لكن تقول يا سيبويه العالم اتباعا لللفظ الذي قدرته، والعالم اتباعا للمحل. أما قوله وابن المعرف وابن النظام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جددا، لا فرق بين قولك يا سيبويه وهو مبني في الأصل وبين قولك يا زيد. كل ما في الأمر أن زيد زيد بني بناء متجددا بسبب النداء. والمفردة المنكورة والمضافة، النكرة غير المقصودة، المفردة المنكور النكرة غير المقصودة، والمضافة وشبهه الثلاثة حكمها النصب. تقول يا جالسا، يا لا تقصد أحدا بعينه، يا غافلا والموت يطلبه، يا راكبا على إحدى الروايات إما عرضت فبلغان دامايا من نجران ألا تلاقيا. هذا هو النكرة، النكرة غير المقصودة. المفرد المنكر أو المضافة نحو يا عبد الله يا صاحبي السجن وشبهه، الشبيه بالمضاف اسم اتصل به ما يتم معناه وهو اسم مرفوع به نحو يا حسنا عمله، أو منصوب به نحو يا طالعا جبلا، أو مجرورا بحرف جر، أو جر بحرف، أو جر بحرف تعلق به نحو يا جالسا في الحديقة. جالسا شبيه المضاف لأن اسما بعده إن جر بحرف جر تعلق به. واضح؟ هذا قوله كيف شبهه بالمضاف؟ المضاف يتم معناه بالمضاف إليه، والشبيه بالمضاف يتم معناه بالمعمول مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو معطوفا نحو يا 33 لمسمى به، 3 منصوب شبيه المضاف لأن اسما أتم معناه وعطف عليه. هذا ما قوله و نعم والمضافة وشبهه انصب عادما خلافه، يكفيكم هذا.